جا عندنا بعض الانواع، يعني سورتو الانواع ذات الطبيعه البروتينيه كيما الانسولين. الانسولين بون، هاد بون جبت لكم انا ان ستيلو برك، يعني هي كاين بزاف انواع تاع لي انسولين، يكونوا معظمهم هكا على شكل سياله. هذه عندها لا ناتور تاعها بروتيك، شغل سي اون بروتين، على بها لازم يعني ولي بروتين يكونوا حساسه بزاف لدرجه الحراره، لذا لازم توضع في درجه بين 2 و 8 درجات مئويه. وحنا العلبه تاع الانسولين فيها 5 سيالات، هي محبت انه ما يجبدش العلبه، يعني العلبه كامله يجبد ستيلو واحد 20 مينوت ولا ان دوميور افون ما يستعملو، يدير لا كونتيتي اللي لازم له، لي زونيتي اللي لازم له، ويعاود سوا يخليها بدرجه حراره الغرفه. يعني لو ستيلو برك وحده هي من المحبت، باسكو حنا تسمى من داك سورتو في الصيف محبت يعاود يرجع الستيلو للثلاجه، محبت في الصيف، في الشتاء نقدروا نخلوه ستيلو برك وحده، ماشي العلبه كامل ولا لو تريتمون تاع 3 موا يخليه يقول لك مازال البروده ولا قلم الانسولين، يعني غير القلم اللي يستعمل فيه كي خلاص له يرميه يجبد ان اوتر ستيلو. اوكي فوالا. وكاين الادويه وحده اخرى هرمونات تاع سواء الحمل باي فورتيمون اتش تي جي هرمون تكون غيوني، هذه ولا هرمونات تاع اللي تحفز للتبويض تنشيط كيما الاولوفيترال. وكاين ثاني هذه تاع الجينيكولوجي ثاني، هذه لازم تكون هذه كي تكون المراه راح تولد ولا، يعني تقريبا لكل هرموني. يعطيك صحه، هرموني قلنا بروتين هرموني، وكاين ماشي غير هما، كاين بعض لي كولير ثاني قطرات العين اللي نحطوهم. قطرات العين لازم يتحطوا في بعضها، ماشي كلهم. ماشي كلهم، انا جبت لكم اللي يتحطوا في هذا خاصة هاد الثلاث انواع، لي زوطخ لا يتحطوا في درجة حرارة الغرفة. يعني هادو باسكو واش فيهم؟ فيهم لاكلوروفيل، ولاكلوروفيل مضاد للجراثيم، سي بور سا يعني لازم نحطوهم في الثلاجة. والانسان اللي يجي يستعملهم هادو يعني مضاد لل كيفاش نقولوا الجلوكوم، ارتفاع هادي وهادي كيكون ارتفاع ضغط الدم في العين. عندهم ضغط الدم في العين فوالا. هاد لي دو تيب هادي وهادي سي لو كزالاكوم ولا كزالاكوم، هاد لي دو تيب لازم يتحطوا في الثلاجه، يعني ما لازمش ضروري. وقبل ما يديروهم ينحوهم 20 مينوت ولا ان دوميور افون يستعملوهم، ويقدروا يعاودوا يرجعهم للثلاجه. يعني وهذا دكتوره؟ هذا سي تاع انتي انفلاماتوار، هذا الالتهاب جينيرالمون لي روماتو يستعملوه اسيد هيالورونيك. هذا سي ان تيب دو ماشي هرمون، مي نقدروا مع لي زاسيد اميني يديروه بزاف في التجميل في يديروه بصح ماشي هذا. ماشي المختلف. لا كاين الحيطه هذا، يعني هذه سي اون انفلتراسيون، هذه سي اون انجكسيون، يعني حقنه تندار يعني سا ديبون وين يكون الالم، هنا في الكتف ولا في الركبه ولا هذا ثاني، يعني حساس جدا لدرجه الحراره. يعني اون فوا تجبديه لازم، وننصح انا هذا ثاني هذا سي لي كوليتوار جينيرالمون تاع لي زازماتيك، يا اخي نحطوهم في درجه، مي هذا اكسبسيونيلمون.